خلينا نتفق اولا احنا بولايه بطيخ نقدم انظف كوميديا بالعراق. خلينا نتفق انه احنا بولايه بطيخ نزرع مبادئ عظيمه للجيل الجاي. خلينا نتفق احنا بولايه بطيخ نحث على الاخلاق الكريمه. هذا مهم الموضوع، صح لو غلط استاذ؟ تذكر العالم كله والبيت قلبه منها، تذكر العالم. شرب شرب شرب. وين اغنيتي؟ ليش ما اشغلها؟ خل نتفق ان هذا الشخص انا ما اعرفه اساسا. خل نتفق انه انت المخرج مال هذا البرنامج. خل نتفق انه انا كتبت المشهد بس ما كتبت الاغنيه. خل نتفق اللي الضابط هو اخوك. خل نتفق انه هاي غلطه. خل نتفق انه هي جابت ملايين. شكرا جزيلا حبيبي استاذ. شكرا. هسه فعلا نحكي جديات. خل نتفق انه احنا بشر طبيعيين نشتغل برنامج، ممكن نخطا. يعني ممكن واحد يسوي مشهد يجيب ملايين لكن هو بداخله ما راضي عن هذا المشهد، او ما كان قصده المشهد ينجح بهذه الطريقه. هذا المشهد كان به قضيه لكن مع الاسف الاغنيه دمرت القضيه، ومو انا الشاعر اللي كتبتها، هم بس خلوا شرب شرب بعدين صار الموضوع يختلف. بس احنا نقدر نصلح هذا الخطا، صح لو غلط استاذ؟ معكم الأديب وسام الزمكانية، عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ وسام هنا. احنا خنصلح هاي الأغنية اللي تسببت بأذية جيل كامل. نغير كلماتها أول شيء. أتفق معاك إنه احنا نغير كلمات هذه الأغنية حسب الفستقة الفيزيائية. هاي الفستقة الفيزيائية هذا علم جديد؟ نعم. هذا يجمع بين الفستق والفيزياء؟ حلبي. خلينا نقول مثلا تصير كلماتها بشخصيتي وبحريتي. اكتب روايه ببيتي. حلو. ونجيب الماعون ويخابرني افلاطون. كتب كتب كتب. هاي بس هاي تجيب ملايين. استاذ علي ما عليك بالحكي، هذول اللي صفقون مثقفين. خذها من عندي، انا اعرف الملايين منين. اه صح صح. شكرا جزيلا استاذ وسام، ما ارد اشوف شرتك بعد. اشكر زمكانيتك حبيبي. فعلا اذا سويناها كتب 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 ما راح تنجح نفس النجاح، ما راح تجيب ملايين، ما راح تدخل الترندنج العراقي. وما ادراك ما الترندنج العراقي؟ أنا من أدخل على المحتويات الرائجة بالعراق أحس روحي داخل الشورجة. أولاً دا تريد تعرف أنه صانع المحتوى بأي دولة بالعالم يصنع المحتوى دا عجب الناس وبحثوا عنه هواي يدخل إلى ما يسمى المحتويات الرائجة. بالعراق تحول المحتويات الرائجة تحولت إلى تجارة، قاموا يجون ناس مختصين بصناعة. من نايم شباب؟ شكراً. اوكي قاعدين كلنا دا نسمع موضوع مهم. اكو ناس صاروا مختصين بصناعه محتوى يطش. اريد اطش. وهذا يعتمد على ثلاث مواضيع، ثلاث نقاط مهمه. النقطه الاولى هي عنوان الفيديو والكفر اللي نحط بالفيديو، والموضوع ان نختاره حتى الفيديو يطش. يعني تدخل ترندنج العراقي راح تلقى خمس عناوين ماكو غيرهن. اولا خباثه اخوي الصغير اللي يشق هدومي، ثانيا غدر الصديق، بين قوسين قصه مؤلمه، لازم بين قوسين قصه مؤلمه، ثلاثه ابن يطرد ابوه، قصه حقيقيه. هو طبعا هالحكي بالكفر مال الفيديو، اكو واحد حاط منا لطشتين مكياج ونايم، وهو هذا الاب اللي انطرد خطيه. مثلا عندك تحدي الاكل لا يفوتك. واخير شيء شاهد الفضيحه كبير. بس بدنا نكتب الحلقه ننزلها باليوتيوب مالتنا، شنو نخلي العنوان؟
شاهد فضيحه وسام ضياء. خاف يصدقون؟ ما خاف يصدقون. اقول لك اكتب علي فاضل يطرد ابوه. شاهد كامل مفيد قبل الحذف. يعني شنو قبل الحذف؟ بس يعني يكون الفيديو يعني الصوره مالته مهمه، لازم تخلي على الصوره زائد 18 العلامه. اي وسهم، سهم ودائره هاي. وتجيب صوره اي بنيه وتخلي دوائر في اماكن معينه. تفضل. تحتاج شيء بعد؟ لا لا شكرا. خاف الجماعه يردون شيء؟ شلون؟ خاف الجماعه يردون شيء؟ حب الظهور هذا اللي عندك قتلك. اطلع. هنا احنا قدام مشكله، انه صانع المحتوى مع مرور الزمن يبدي ينكشف ويتصنف، هل هو سيء لو جيد، هل هو قاعد لو نايم. نايم. فممكن اذا تريد تسوي فيديو يجيب مشاهدات عاليه، فاعرف انه انت راح تقلل من القيمه الفنيه لان انت تتنافس بهذا الترندنج. حاولنا انه كفريق نبدا نسوي فيديو يعيش فتره اطول حتى لو ما يدخل الترندنج، لانه بالاخير هل انت راح تكون مثال سيء او جيد؟ لانه اكو ناس دي يجيبون ملايين هسه وهم مثال سيء، وانا وانت نعرفهم بس ما نقدر نقول اسامي. هاي قوانين تدكس بالبرنامج اقول عادي. بس المشكله انه يعني رغم انه هو سيء والكل يحجون عليه بالشارع، يعني هواي يكون نماذج، لكن هو ترندنج، تدخل تلقى ملايين جاي. فاكو هواي ناس ما داخلين ترندنج وجايبين فيديوهات، فيديوهاتهم تجيب مشاهدات قليله لكنهم مثال يحتذى به. وكواي ناس جيب ملايين لكن مثال سيء دائما. فكصانع محتوى، لا سامح الله اذا واحد منكم راضي يصير صانع محتوى بالمستقبل، هذا اكيد المنتمنى لان كل زادوا والخبزه تقل. فانت اللي راح تختار تصير صانع محتوى ناجح لو صانع محتوى مؤثر. لكم القرار. شكرا جزيلا.